في مملكة أفالون الهادئة، كان الملك آرثر الثاني يحظى بحب وتقدير شعبه. ومع ذلك، فإن السلام الذي استمتعت به المملكة لسنوات طويلة كان على وشك الانهيار. لقد اختفى سيف والده الأسطوري، إكسكاليبور، الذي كان يرمز للقوة والعدل، وأصبح سلام المملكة مهدداً بشبح الحرب الذي يلوح في الأفق. كان آرثر محطم القلب لفقدان السيف الذي كان يمثل تراث عائلته ومصير المملكة. لكنه لم يستسلم أمام اليأس، بل قرر القيام بكل ما في وسعه لاستعادة إكسكاليبور واستعادة السلام إلى أفالون. استشار آرثر الحكماء والعلماء في المملكة، ولكن لم يتمكن أحد من تقديم أي إرشادات واضحة. وفي لحظة من اليأس، ظهرت سيدة غامضة أمامه. كانت تدعى سيدة البحيرة، وكانت تعرف بقدراتها الخارقة وحكمتها العميقة. قالت سيدة البحيرة لآرثر: إن استعادة إكسكاليبور ليست مهمة سهلة، ولكن إذا كنت مستعدا لمواجهة التحديات والمخاطر، فسأقدم لك بعض الرؤى التي قد تساعدك في رحلتك. قبل أن تختفي سيدة البحيرة، أعطت آرثر قطعة من القماش الذهبي وقالت له أن يحملها معه في رحلته. وقد أخبرته أيضا أنه يجب أن يبحث عن بوابة سرية تقود إلى عالم موازن، حيث يمكنه العثور على إكسكاليبور. شرع آرثر في رحلته المحفوفة بالمخاطر، مسترشدا بالرؤى الغامضة من سيدة البحيرة. تجاوز الغابات المظلمة وعبر الأنهار العميقة، وواجه مخلوقات غريبة وتحديات صعبة. لكنه لم يتراجع أبدا، فقد كان عازما على استعادة السيف وإعادة السلام لأفالون. بعد تجارب طويلة وصعبة، وجد آرثر نفسه أمام بوابة سرية. قام بتمرير القماش الذهبي الذي أعطاه إياه سيدة البحيرة عبر البوابة، وفجأة وجد نفسه في عالم موازن. كان عالم الموازاة مليئاً بالألغاز والتحديات. واجه آرثر مخلوقات خطيرة وحل لغزاً تلو الآخر. استخدم حكمته وشجاعته للتغلب على كل تحدي والاقتراب أكثر من استعادة إكسكاليبور. وبعد معركة شرسة مع وحش ضخم، وصل آرثر إلى القاعة الكبرى حيث كان السيف موضوعاً على العرش. وبينما كان يمسك إكسكاليبور بيديه المرتجفتين، شعر بقوة عظيمة تملأ قلبه وروحه. عاد آرثر إلى أفالون وهو يحمل إكسكاليبور في يديه، وعاد السلام إلى المملكة. استعاد آرثر الانسجام والعدل، وأصبح محط تقدير واحترام شعبه. وهكذا، استعاد الملك آرثر الثاني سيف والده الأسطوري وأعاد السلام إلى مملكة أفالون. واكتسب حكمة وشجاعة جديدة من تجاربه الصعبة، وأصبح قائدا عظيما يحكم بحكمة وعدل، وتعاشب المملكة في الهدوء والازدهار تحت حكمه الحكيم.